بنى هذه الكنيسة هم المسلمون، هم من بناها بالحقيقة، ونحن فرحون بهذه العلاقة الجميلة ما بين مكونات هذه المدينة. ومن ذلك الزمان وإلى حد اليوم هي كنيسة مفتوحة للمؤمنين المسيحيين، يقام بها الصلوات والقداديس دائما، وأيضا هي مركز نقدر نقول لكل أهالي المدينة. بالحقيقة يدخل في هذه الكنيسة العديد من المسلمين أيضا، إن كان لتقديم التهاني أو للزيارة أو لأشياء كثيرة. بالحقيقة من الفرحة يعني حتى دموعنا تنزل، يعني رجعنا على الكنيسة، وأهم شيء الكنيسة، يعني واحد مني يرجع على محافظته أكو كنيسة مفتوحة، كنيسة البشارة كل أحد إحنا نجي عليها. دابت المنظمات الإنسانية لمساعدة النازحين ومحاولة عودتهم من خلال المشاركة في بناء الكنائس وإعمارها، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار بيوت المواطنين النازحين. عادت العلاقات الاجتماعية بصورة جميلة وجيدة كسابق عهدها. والله أول ما جينا يعني ما أوصف لك أشنو جوارينا من فرحتهم، يعني حتى الهلاهل استقبالهم، وما خلونا نروح السوق ولا كل شيء، كان هم كانوا يقدمون أول ما رجعنا كلهم فرحوا يعني بصراحة. إن شاء الله مدينة الموصل في تحسن مستمر، الكنائس كلها في حالة إعمار. بالحقيقة هذه دمرت بالكامل وعمرت من جديد، وهناك كنائس أخرى أيضا عمرت وكنائس أخرى قيد الإعمار. أتوقع اليوم مدينة الموصل هي من أفضل المناطق للحياة وأيضا بالنسبة للمسيحيين. والله أنا أنصح كل المسيحيين ترجع، لأن الأمان أهم شيء، الأمان أمان أكون.